بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا طبعا الحصة الجديدة واللي كتعلق طبعا بالامتحان طبعا الموحد الإقليمي نموذج لجني شهادة الدروس الابتدائية. طبعا المادة هي اللغة العربية طبعا والتربية الإسلامية. إذا المدة الزمنية طبعا ساعة ونصف. نقرأ النص. أطلق المغرب في العام 2008 خطته الوطنية للطاقة المتجددة، وهو اليوم بصدد تنفيذ برنامج طموح يستهدف إنتاج قرابة نصف مزيجه الطاقي الإجمالي من مصادر شمسية وريحية وكهربائية. ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية أنه سيمكن المغرب من اقتصاد أكثر من مليوني طن سنويا من المحروقات، وتجنب انبعاث حوالي 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. ويتكون طبعا المشروع من المغربي للطاقة الشمسية من 5 مجمعات لإنتاج كهرباء، وعلى رأسها مجمع نور وزازات الذي يعتبر أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية طبعا في العالم. إذا ها هو النص قدامكم، حاولوا تقرأوه أكثر من مرة. نعم ها هو النص، حاولوا تقرأوه أكثر من مرة. بعدها سنجيب عن الأسئلة. نعم أسئلة عندنا هنا، أضع عنوانا مناسبا للنص. نعم أضع عنوانا مناسبا للنص. إذا عنوان مناسب يتحدث النص عن ماذا؟ طبعا الطاقة الشمسية بالمغرب. جواب السؤال الأول، الطاقة طبعا الشمسية نعم بالمغرب. نعم الطاقة الشمسية بالمغرب، هذا عنوان الطاقة الشمسية بالمغرب. نعم باش تبان الصورة. نعم الطاقة الشمسية بالمغرب، أو نعم المشروع المغربي للطاقة الشمسية. المشروع نعم المغربي للطاقة الشمسية، هذا طبعا عناوين الطاقة الشمسية بالمغرب أو المشروع المغربي للطاقة الشمسية. نعم هنا أضع علامة في الخانة المناسبة مشيرة لنوعية النص. إذا واش النص عبارة عن قصة أم خطبة أم مقالة؟ طبعا ليست بقصة، ولا طبعا ليست بقصة وليس بخطبة، إذن فهو مقالة. سنضع علامة هنا، فهو مقالة. نعم عندنا هنايا حدد لخارطة الكلمة مزايا. نعم هاد مزايا طبعا نديرو نوعها، فهي طبعا اسم. نوعها فهي اسم، ها فهي اسم. طبعا هنا عندنا مرادفها، المرادف ديال طبعا مزايا. طبعا مزايا هي الفوائد، فوائد نعم. وكل اللي قلنا المحاسن، كل اللي قلنا الإيجابيات، إيجابيات نعم. هذه بعض طبعا المرادفات. ثم عطونا هنايا ضدها. هنا شنو عطونا؟ ضدها نعم. الضد ديال المزايا هي المساوئ، مساوئ نعم مساوئ. قد نقول عيوب، قد نقول سلبيات. نعم سلبيات طبعا. الاتيان في جملة، تركيبها في جملة، تركيبها في جملة. طبعا معروف أن مزايا طبعا مزايا الانترنت نعم متعددة. نعم متعددة نعم. وطبعا مزايا المدرسة وفوائدها كثيرة. نعم طبعا. وطبعا مزايا تماسك، مزايا تماسك الأسرة له الأثر نعم الأثر الكبير على حياة الطفل، على حياة الطفل. نعم مزايا المدرسة طبعا كثيرة، ومزايا تماسك الأسرة له أثر كبير على حياة طبعا الطفل. نعم هنا قالوا لنا طبعا هنا قالوا لنا إيتي
بشبكه مفردات. نعم دابا الان شبكه المفردات ديال الطاقه. عندما نقول الطاقه يعني القدره، نعم الاستطاعه، ثم عندنا طبعا القدره الجهد، الجهد، وكذلك القوه. وعندما نقول طبعا الطاقه، كاين الطاقه الاحفوريه والطاقه الكهربائيه، الطاقه الكهربائيه، ثم الطاقه الشمسيه، ثم الطاقه المائيه، ثم الطاقه طبعا الريحيه وغيره. نعم جاء السؤال الموالي يقول لنا، طبعا السؤال الموالي نمر طبعا الى السؤال الموالي عندنا، ماذا اطلق المغرب في عام 2008؟ ماذا اطلق المغرب في عام 2008؟ نعود الى النص فنجد اطلق المغرب في خطته الوطنيه للطاقه المتجدده، خطته الوطنيه للطاقه المتجدده. اذا الجواب اطلق المغرب، اطلق المغرب طبعا في عام 2008 ماذا؟ خطته طبعا الوطنية، خطته الوطنية للطاقة، للطاقات المتجددة، للطاقات المتجددة. إذا حسب النص، ما هي مزايا المشروع المغربي للطاقة طبعا الشمسية؟ ما هي مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية؟ فطبعا إذا رجعنا للنص، من مزايا المشروع المغربي انه سيمكن المغرب من اقتصاد اكثر من 2 مليون طن سنويا. هيا في النص، اذا تمكين المغرب من اقتصاد اكثر من 2 مليون طن. نعم كتبوها. اذا تمكين من المزايا هو تمكين المغرب، نعم، من اقتصاد، نعم اقتصاد اكثر من 2 مليون طن سنويا. نعم فهي نسبة مهمة، من 2 مليون طن سنويا من المحروقات، نعم من طبعا المحروقات، وتجنب ماذا؟ وتجنب انبعاث حوالي 4 ملايين طن من ثنائي أكسيد الكربون، من ثنائي أكسيد الكربون، نعم في السنة. ها هي، إذا تمكين المغرب من اقتصاد أكثر من 2 مليون طن سنويا من المحروقات، وتجنب انبعاث حوالي 4 ملايين طن من ثنائي أكسيد الكربون. نعم نمر إلى السؤال الموالي، ما هو أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في المغرب؟ ما هو أكبر مجمع لإنتاج، نعم ولاحظوا في الاخير يتكون المشروع المغربي للطاقه الشمسيه من 5 مجمعات وعلى راسها مجمع نور وزازات. اذا هو مجمع نور وزازات، نعم وزازات. نعم اذا هذا هو السؤال السارع. نمر الان الى طبعا الظواهر الصرفيه. اولا عندنا اصرف الفعل المده أنت وأن، الضمائر أنت وأنتم في الماضي ثم المضارع ثم الأمر. ندوب الماضي أنت، نعم أنت، وعندنا أنتم في الماضي. أنت مددت، مددت، وأنتم مددتم، مددتم، هذا فعل مضاعف، مددتم. في مضارع أنت تمد، أنت تمد، أنت تمد، وأنتم تمدون، تمدون. وفي الأمر أنت، نكتب هنا أنت بعدا، أنت ثم أنتم ياك. أنت في الأمر أمدد، نقول أمدد، أمدد، ونقول كذلك مد، جواز وجهان، جواز وجهان، نقول أمدد أمد. ومن الأحسن نقول أمدد، جوج صحاح ولكن أمدد أحسن. أنتم أمدود، مدوا، أنتم مدوا، مدوا، أنتم مدوا.
نعم، بالنسبة طبعا التمرين الثاني أكمل ما الأجدول به ما يناسب، نعم بما يناسب. سرر، هنا عندنا الفعل وجد ثم الفعل اعتكف، اسم فاعل واسم فعل. نعم، وجد فهو فعل ثلاثي، إذا اسم فاعل يصوغ على وزن فاعل، وجد واجد، وجد واجد. واسم فعل من الثلاثي على وزن مفعول، وجد موجود، وجد موجود. فنقول مثلا ضرب مضروب، ولكن اسم فاعل ثلاثي على وزن فاعل بحال عاد عائد، سمع سامع. واسم فعل على وزن مفعول، سمع مسموع، ضرب مضروب، كتب مكتوب، وجد موجود. اسم فاعل من غير ثلاثي بحال اعتكف نحول الى المضارع مع ابدال الياء ميم منظومه، فنقول اعتكف يعتكف، نحول المضارع الاولى يعتكف في الوسط يعتكف، ونحيد الياء ونبدلها ميم مضمومه، نحيد الياء معتكف. والمضارع يعني تو كنحول المضارع مع فتح ما قبل اخره بحال معتكف. نعم، معتكف هي هنا معتكف اسم فاعل، هنا معتكف. دائما كنحولوا في اسم فاعل لكن غير ثلاثي، كنحولوا المضارع مع ابدال الياء ميم مضمومه وكسر ما قبل اخره، واسم فعول مع ابدال الياء ميم مضمومه وفتح ما قبل اخره. فنقول اعتكف معتكف معتكف، استمر مستمر مستمر. نعم، دابا الان سنمر الى طبعا التتمه ديال الامتحان. عندنا هنايا أكمل من الجدول بما يناسب الفعل نفخة، نخرج منه اسم الآلة وزنها ثم كنس، فطبعا تهي نخرج منها اسم الآلة ونخرج منها طبعا الوزن ديالها. فنفخة اسم الآلة هو منفاخ، منفاخ، نعم منفاخ، مفعال، مفعال. وكنس مكنسة، معروفة مكنسة، مكنسة، مفعلة، نعم مفعلة، مكنسة اللي هي مفعلة. نعم، أعد، نقربوا ونوضحوا الصورة أكثر. هنا قالوا لنا أعد كتاب الجمل الآتية محولا الأرقام إلى ألفاظ. نعم، في الضيعة الفلاحية، نعم لاحظوا عندنا رقم 25، إذا ما دام أنه الرقم 25، نعم نقول خمسة في الضيعة الفلاحية، نعم 25، وعشرون أي 25 بقرة في الضيعة، 25 بقرة. نعم، لاحظوا هنا في الأسبوع 7 أيام، مفرد الأيام يوم مذكر، إذا تكون هنا سبعة، نعم تكون هنا قلنا 7 أيام، نعم في الأسبوع 7 أيام، سبعة أيام. علاش؟ لأن اليوم مذكر خاص يكون عندنا مؤنث هنا 7 أيام. اشتريت، شحال تعطونا تما؟ 15 قصة. اشتريت ماذا؟ 15 قصة، 5، سأشرح ذلك، 15، نعم قصة، قصة. كلمة قصة، هذه قصة، كلمة قصة فهي طبعا مؤنث، إذا هذا توا يكون مؤنث، تكون 15 قصة، نعم 15 قصة. هذا لكن طبعا 13 أو 14 تكون عندنا هذا مؤنث، هذا مؤنث. 15 قصة، 15 قصة. نمر إلى، نعم ننتقل إلى طبعا قلنا التراكيب. أتم بما يرز، أخيك، أبوك، فاك، حموك، نعم حموك، نعم. نضيف ماذا؟ نضيف فاكا، نعم نضيف ماذا؟ نضيف فاكا، نعم الأولى نديرو فيها فاكا، الفم ديالك، بالسواك عند كل صباح. ثم هنايا كان، شكون اللي كان؟ كان أبوك، النقص يكون مرفوع بالتي سنشرحها. كان حرف في مضاد ناقص أو ناسخ فعلي، فخص يكون هذا اسمها مرفوع أبوك. نعم أو لا، كان أبوك نعم مسافرا، يعطف على أبنائه. من الأحسن دير هنايا
كان حموك حموك مسافرا، والذي يعطف على ابنيه هو الاب. كان ابوك، كان ابوك، نعم من الاحسن به هنا حمو، كان حموك مسافرا ولكن يعطف على ابنيه كابوك يعطف على، نعم ابحثوا جيدا، ابوك يعطف على ابنائه. جيد، سلمت على، هذه عندها مجروره تكون اخيك، لان عندنا على حرف جر. سلمت على اخيك، سلمت على اخيك، نعم. عندنا هنا احول ما تحته خط الى جمع مذكر سالم. دخل اللاعب الى الملعب، لاحظوا اللاعب فاعل مرفوع، اذا نقول دخل في الجمع دخل اللاعبون، دخل اللاعبون مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. دخل اللاعبون بالنسبه لهذه، منح المدير الجائزه للفائز، اللي حرف جر الفائز اسم مجرور نعيو لجمع يجر، طبعا جمع مذكر سالم باش بالياء، للفائزين، للفائزين، الفائزين مجرور طبعا مجرور باش بالياء لانه جمع مذكر. هنأت المجتهدة، هنأت المجتهدين، تا هو منصوب باش بالياء لأنه جمع مذكر سالم. هنأت المجتهدين، فهذا مفعول به مجرور بالياء. هنا هنأت المجتهدة منصوب بالفتحة ظاهرة، ولكن كيولي جمع مذكر سالم ينصب بالياء، ينصب وطبعا يجر جمع بالياء. نعم، أصل بسهم كل جملة بنوع التوكيد. سبق وأن درسنا التوكيد طبعا اللفظي أي التكرار، والتوكيد المعنوي بحال نفسه عينه طبعا جميعهم كلاهما وهكذا. إذا لا للعنف ضد النساء، ثم حضر المفتش عينه للاجتماع. إذا هنا توكيد معنوي توكيد لفظي، لا للعنف هذا توكيد لفظي، نعم نجيبوه هنا توكيد لفظي. وحضر المفتش كون عينه، عينه هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي، نعم هذا توكيد معنوي. نمر إلى طبعا الفرع الثاني الإملاء. أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة، همزة الوسط أو همزة القطع. اكتشف هذا فعل طبعا خماسي، عندكم عنده همزة ديال الوصل، اكتشف، نعم لأنه علاش خماسي؟ متيكون خماسي عنده همزة ديال وصل. إنسان، نعم إنسان، فهذه همزة طبعا للقطع. الحضارة، نعم الحضارة تكون عندنا هكا همزة طبعا، همزة طبعا وصل. هذا إلى هذا حرف جر همزة قطع. ثم واندهش، تكون عندنا همزة وصل هكا، واندهش، واندهش هذا فعل واحد جوج ثلاثة خماسي طبعا اندهش. ثم أكرم، فهذا رباعي يكون عنده همزة قطع، لكن الرباعي تكون عنده همزة قطع، لكن خماسي أو سداسي همزة وصل. وطبعا إلى حرف جر قريناها، كتبان كل شيء كيبان، نعم جيد. ثم نمر إلى أملأ الفراغ بابن أو بنو، يعني بعد الهمزة أو لا. سافر، كانت بين عالمين كتكون هذه هي، سافر عمر بن الخطاب، نعم. إذا كان عندنا، كان عندنا، أعتذر، كان عندنا عمر، عمرو غنديرو بن الخطاب لأنه بين عالمين، ما تكونش عندها سافر عمر، فيهاش يا ابن عمي، نعم تا هادي تاني عندنا يا، إذا تكون عندها محذوفة يا ابن عمي، علاش؟ لأن عندنا النداء، يا ابن عمي احترم والديك واعتني بهم. بدينا ابن بطوطة، دونك هنا بدينا بها تكون عندها الهمزة، ابن بطوطة معروف رحالة مغربي مشهور. نعم عندنا هنا التعبير الكتابي. أراد تلاميذ قسم السادس قيام بزيارة متحف محمد السادس للفن، للفن الحديث والمعاصر، فطلبوا منك كتابة طلب إلى رئيس مؤسسة الوطنية للمتحف بزيارة هذا المتحف. أقرأ العناصر رسالة التعبير تماما وأقوم بترتيبها من واحد إلى للحصول، طبعا إلى العدد الأخير، شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إلى ثمانية، للحصول على رسالة متكاملة. الأولى عندنا موضوع طلب، الموضوع طلب قيام بزيارة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر إلى السيد المحترم رئيس مؤسسة الوطنية للمتحف، من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، الرباط في 13/6/2021. وبعد فيطيب لنا سيدي المحترم نحن تلاميذ وتلميذات مدرسة الساعة الساعات السعيدة أن نضع بهذا هنا الطلب. ثم توقيع التالي المدرسة، تحية مجاملة، تحية وتقدير وإخلاص، وأخيرا تحية ختامية
ولكن منا فائقه الاحترام. اذا ما به هو طبعا التاريخ. هنا غيكون عندنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، التاريخ هنا واحد. ثم اذا شكون اللي نسال التلاميذ؟ هنا تكون عندنا اثنان، ديروها في الخانه نتوما، اثنان هنا، اثنان ها هي هنا اثنان، كتبها لكمش مزيان، هنا اثنان. ثم عندنا الثالثه لما نعيسلوها الى السيد، هنا ثلاثه، هنا ثلاثه. ثم اذا شنو هو الموضوع؟ طالب زياده اللي هي اربعه، هذه هي اربعه. ثم عندنا خصهم يديروا واحد التحيه وتقدير اللي هي خمسه، كنديروا التحيه يطيب لنا انه لم يدوع الفرحه والسرور انكم. ثم بعدها كيجي الموضوع اللي هو طبعا هنا هو هذا. بعدها سبعه تحيه ختاميه، واخيرا كتكون توقيعات، اخيرا توقيعات. اذا في الاول الرباط في من تلاميذ القسم الى السيد المحترم. الموضوع طبعا بعد الموضوع كاين واحد التحيه يشرفنا سيدي هذا رئيس هذا. بعدها الموضوع، ثم الموضوع اللي هو طبعا المحتوى، ثم السبعه الختام، تحيه الختاميه، واخيرا توقيع ديال التلاميذ.